عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اجتماعه الدوري الخامس للعام 2023 برئاسة محافظ المحافظة رئيس المكتب مبخوت بن ماضي. وكرس الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي صالح العمقي ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري ووكلاء المحافظة وقائدا المنطقتين العسكريتين الثانية والأولى ومديري الأمن بالساحل والوادي. كرس لمناقشة أوضاع المحافظة وأبرز احتياجات المواطنين. وخلال الاجتماع استعرض المحافظ بن ماضي نتائج زيارته للعاصمة المؤقتة عدن وجهود قيادة السلطة المحلية في تجاوز الآثار الناتجة عن ارتفاع العملة وغلاء المعيشة بسبب إفرازات الحرب وتوقف تصدير النفط. ودعا المحافظ إلى العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود خلال العام القادم لخدمة المواطنين وتجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات الراهنة. Thank you.